واو نانسي، هناك الكثير من الأشياء المشوقة هنا. مرحبا يا فتيات، هل ترغبون في لعب لعبة سحرية؟ أفضل الجوائز في انتظاركم. واو، دعنا نحاول. أنا متأكدة من أننا سنفوز. نحتاج إلى التصويت بشكل صحيح. وفزنا. نانسي أنت الأفضل. مخاطبنا، أصبحنا صغيرين جدا. ها أمسكتكم، وعدتكم بجائزة وستحصلون عليها. أتمنى لكم رحلة سعيدة يا فتيات. ماذا يحدث؟ أين نحن؟ مرحبا بكم في تحدي الأزرار الغامضة. أي تحدي؟ لماذا نحن في أقفاص وتوجد كاميرات؟ هل أحد يتابعنا هنا؟ أنقذونا، أخرجونا. لماذا تصرخون؟ كل المرح آتي قريبا. اضغطي على الزر، لا تخافي. صحيح أن الزر ليس مخيفا على الإطلاق. على وعلى ذلك سقط مشروب لذيذ من ستاربكس على الشاشة. فقط انظر كم هو لذيذ، مع الكريمة المخفوقة حتى. جيليان، كل شيء لك، استمتعي. فقط لا تنسي التنفس واعتني بشعرك الجميل. وللزينة قبعة من الكريمة المخفوقة، كما أنها لذيذة جدا، جربيها. What? هاي، هذه لي. واو، شهية رقيقة جدا. أتساءل ماذا سيحدث إذا قمت بالنقر على هذا الزر. ماذا لدينا هنا؟ طعام قطط. كلنا نحبهم كثيرا، صحيح؟ هذا الكيس الآن لك يا نانسي. نعم، بالتأكيد رائحته ليست رائعة، ولكن ربما مذاقه أفضل. واو، الآن مطر بطعم التونة. لا يبدو أن نانسي مبتهجة. حسنا، لا بأس، حظ أوفر في المرة القادمة. والآن حان دور جيليان. أتساءل ما الذي ينتظرك هذه المرة؟ أضغط على الزر الأحمر لنرى الآن. نعم، هذه الكوكاكولا المفضلة لدى الجميع. وكم يوجد منها؟ هرم كامل. جيليان انتبهي، الكولا تمطر عليك مثل البرد الجليدي. آمل ألا تسبب لك نتوء على رأسك. ولكن الآن يمكنك الاستمتاع بكولا باردة ولذيذة. لدي طعام قطط ولديها كولا، هذا غير عادل. هيا نانسي، على ماذا ستحصلي الآن؟ واو، مدفع جليدي. بمساعدته يمكنك تجميد الأشياء. لنجرب الآن، إنه ملقم وجاهز لهجوم الجليدي. فقط كوني حذرة. الكولا المجمدة مذاقها أفضل. مثلجات حقيقية. جيليان، دعيني أجرب، أنا مجمد الكولا. لا، إذن خذي هذا، شعاع الفائق سوف يحولك إلى تمثال جليدي. الآن يمكننا تزيين الحدائق الشتوية معك. بينما جيليان مثلجة، فلنرى ما ينتظرها بعد ذلك. واو، نسكويك الكاكاو. واو، يا لها من نكهة، وهي ساخنة، فقط مناسبة لإذابة ملكة الثلج لدينا جيليان. انظروا، هذا ناجح. دوش من الشوكولاتة اللطيفة، ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ كم هذا رائع. اللعنة يا نانسي، لقد أصبح الرشاش فارغا بالفعل، ولن تتمكني من تجميد أي شيء بعد الآن. جيليان، اضغطي على الزر. لدينا الكثير من المرح هنا. في كل مرة مفاجأة جديدة. ماذا سيحدث الآن؟ واو، نظارات عالية التقنية. هذه تقنية سرية للعملاء الخاصين. فقط الجواسيس الحقيقيون لديهم مثلها. سوف نستعيرهم لبعض الوقت من أجل التحدي. جيليان، أمسكي. فقط كوني حذرة، هذه تقنية قيمة جدا. واو، كما لو أنني في لعبة كمبيوتر. هذه التلميحات. إذا ضغطت على هذا الزر بابتسامة، يبدو أنني سأصادف شيئا لذيذا.
أنت فقط على حق جيليان. هذا الدلو الضخم من فشاري الكراميل الحلو والمقرمش فقط لك، وتستطيع الذهاب إلى السينما معه حتى بدون فيلم. لديك ما تفعلينه وتستمتعي به. التعامل مع مجموعة كبيرة من الفشار ليست مهمة سهلة، لكنك ستفعلينها. واو، لذيذ جداً. أريد الضغط على زر آخر. سأختار هذا. دعونا نرى على ماذا سأحصل هذه المرة. أها، حزمة كبيرة من السكيتلز الملونة. أعلم أنك تحبينهم كثيراً. آه، للأسف دائماً ما يتساقط لدينا مطر عادي وليس من الحلويات. هذا مذهل. أوافقك. إذن ما الذي يخفيه لنا هذا الزر؟ ألا متشوقة؟ واو، هذا كيس ضخم من المارشميلو الرقيقة. هذا حظ جيد. جيليان، أنت محظوظة جداً. كلنا نريد أن نكون بدالك، لكن هيا استمتعي. نعم، مارشميلو لذيذة ورقيقة ومنفوشة. سوف آكلها بالكامل. جيليان، أخبريني على أي زر أضغط حتى أحصل على حلويات لذيذة. نعم، اضغطي على الأخضر. شكراً. أتشوق، ما هي اللذاذة التي سأحصل عليها؟ لا أريد أن أزعجك يا نانسي، لكنك حصلت على سمكة مملحة لا طعم لها أبداً. أوه، ويا لها من رائحة. على الرغم ربما ستحبينها، لدينا جميعاً أذواق مختلفة. البعض يحب المالح. أوه نعم، لا يبدو أنك سعيدة أبداً. لكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ هذه هي قواعد التحدي الذي نواجهه. جيليان، لقد خدعتيني، لذلك سأخذ نظارات التجسس الخاصة بك. الآن سنرى. نعم، بمساعدتهم أنا أرى كل التلميحات. سأضغط على زر الخروج. ماذا حدث؟ ساعدوني، زنزانتي سوف تبتلعني الآن. تم إنقاذي. كلام مضحك. جيليان، حان دورك، اختاري زرا بدون تباطؤ. ماذا لدينا هنا؟ النودل المفضلة لدى الجميع، حلوة ولذيذة. ماذا يمكن أن يكون أفضل من الشوكولاتة بالبندق؟ يتناسب معجون الشوكولاتة السميك جيدا مع المارشميلو الرقيقة. جيليان، لقد حصلت بالفعل على أفضل الحلويات. مرة أخرى جيليان محظوظة. نانسي، ما التالي؟ ماذا لديك؟ حلوى جيلي بيلي، ما أجملها وأحلاها. صحيح، هناك خدعة واحدة. هذه الحلوى لديها أذواق مختلفة وليست كلها لذيذة. لن تعرفي أبداً ما هو الذوق حتى تجربيها. حلوى مشوقة، سوف أجرب هذه. ماذا يا نانسي، أخبرينا كيف طعمها؟ واو، هذه حلوى سحرية للاختفاء. نانسي، أين أنت؟ هي، هل هربت ولم تخبرني بأي شيء؟ وتسمي نفسها صديقتي؟ نانسي، أين تختبئين؟ لا يراني أحد، يجب علي استغلال ذلك. أنفي. أي. نانسي، انتظري، سأريك الآن. الآن سأصل إليك. أين أنت؟ هيا أخرجي. ما هذا لدى المهرج؟ إنه مفتاح القفص. هاي، أنا حرة. الآن سوف أحرر جيليان. هيا أخرجي بسرعة لنركض. وداعا أيها المهرج الشرير. يا فتيات، لقد أخذتنا للتحدي. سأفتح خزنتي أولا. كم هذا لطيف، لدي ميلك تشيك من السنيكرز، لكن كيف سأشربه؟ هل تمزحي؟ عليك فقط فتح الغطاء. كيف لم أفكر في ذلك بنفسي؟ هل أستطيع التجريب؟
بالطبع لا، هذا الكوكتيل خاص بي، لذلك سأشربه أنا. بالإضافة إلى ذلك إنه لذيذ. أوه نعم، هذه اللذاذة يجب أن أشربها أنا. فاجعة، الآن سأريك. إذا كان الكوكتيل لذيذ سأسكبه على وجهك. ماذا فعلت؟ لقد انتهى. هذا يعني أنه ليس لدي شيء لأشربه الآن. هذا ظلم. حان دوري لفتح الخزنة. سمكة، لماذا لديك كوكتيل وأنا لدي سمكة؟ ابقيها بعيدا عنا. أسرعي وتناولي الطعام قبل أن تجعلي رائحة الغرفة كلها كريهة. إذا تقيأت اللوم عليك. أوه يا لها من قرف. لا، لا يمكنني أكل سمكة كاملة. لكن يجب عليك. حسنا. واو، أنا على وشك التقيؤ، إنه مقرف. أبعده عني الآن. على ماذا تضحكي؟ من الأفضل أن تفتحي خزنتك الآن. أوافقك، حان الوقت. هل هذا كل شيء؟ حلوى سكيتلز واحدة؟ يجب أن تكون لذيذة. حلوى عادية؟ عجيب. أوه، ماذا يحدث معك؟ يا فتيات، أعتقد أن لدي سكيتلز، حلمت بها منذ طفولتي. رائع، الآن لديك مياه لا نهائية من الحلويات. هل يمكنني التجريب أيضا؟ بالطبع. لذيذ. هل تريدين أيضا كيت؟ لا، مقرف. رائع، إنه حقا المرض الوحيد الرائع. كيت، هل ترغبين في التجريب أيضا؟ مقرف، مقزز، قلت لك. في الجولة الثانية سأفتح الخزنة أولا. يا لها من مفاجأة، لدي الكثير من البوب إيت. وهو أيضا بوب إيت غير عادي، هو من مربى البرتقال. يا فتيات، هل رأيتم هذا من قبل؟ لا، هل هم لذيذين؟ بالطبع، هم فقط لذيذين وشهيين. أريد أن آكل كل البوب إيت في أسرع وقت ممكن. أوه نعم. واو، كم أريد أن آكل. أعتقد أن كيت لن تمانع إذا أخذنا على الأقل قضمة من بقايا البوب إيت. أعتقد لن تمانع. لكن لا تفكري حتى في لمس لذاذتي. إنها لي. حسناً، أتساءل ما الذي ينتظرني في الخزنة؟ من الأفضل عدم معرفة ذلك. أنا أخاف كثيراً من الديدان. لماذا أتلقى هذه العقوبة؟ عقاب لك، إنه عقاب لي. أزيلي هذا الرعب أرجوك. بالضبط، لدي فكرة عظيمة. المكنسة الكهربائية الصغيرة ستنقذ كيت. الحمد لله. أوه لا، دودة واحدة بقيت. ماذا؟ أين؟ فوق الشفة مباشرة. أوبس، لقد فاتتني حقا واحدة، لكن لا مشكلة. كيت، اتركي المكنسة الكهربائية، توقفي عن تقبيلها. لقد انتهى عملي، يا لي من رفيقة رائعة. واو، كيت، كان يجب أن تري شفتيك، أنت تشبهين الضفدع الآن. الضحك على مشاكل الآخرين ليس بالأمر جيد، عليك أن تأكلي ديدان. ماذا فعلت؟ رهيب، مقرف، أبعديهم عني. فو، هيا انظري ماذا ينتظرك في الخزنة. هنا سألقي نظرة. واو، هناك جرعة ماء، أتمنى أن تجعلني أجمل فتاة في العالم. يا له من شعور غريب. أوه، ماذا يحدث لي؟ أرجوكم ساعدوني، كم أنا صغيرة. اسحبوني للأعلى. كم أنت لطيفة، أريد فقط أن أداعب هذه الصغيرة. هوه، الآن أنا أصغر فتاة على وجه الأرض، هذا له مزاياه أيضا. على سبيل المثال، البوب إيت لكيت هو ترامبولين لي. هذا ظريف جدا، أريد أن أداعب هذا الطفل. هذا مؤلم.
انظري ماذا فعلتِ بإصبعي. يجب أن تدفعي ثمن ذلك. كيت، أتريدي أيضاً مشاهدة فتاة صغيرة تتقاتل مع دودة؟ أعتقد أن هذا مثير. هيا هيا جولي، نحن نؤمن بك. أتمنى أن تنجو. خذ هذا، هذا لك. نعم نعم نعم، جولي تفوز مرة أخرى. جولي تهانينا، كان ذلك رائعا. كل هذا بفضل دعمكم. ما الذي ينتظرني هذه المرة؟ أولا اللحوم النيئة. أنا بالتأكيد لن أفعل ذلك. يا فتيات أنا آسفة، لكن هذا كثير. هذا هو صحنك، وش هي طيبة؟ هذا ليس لحما، إنه مطاط حقيقي. من المستحيل حتى قدمه. هذا كافي بالنسبة لي. ستساعدك الشوكة والسكين، لذلك كلي. أوه، يبدو أنني بلغت قليلا. الآن يمكنني حتى أن أكل الطبق. حسناً، لقد توصل الناس إلى فكرة قلي اللحوم لسبب ما. من المستحيل أكلها نيئة. قطعة واحدة تجعلني أشعر بالمرض. المزيد لن يناسبني. جولي، من الأفضل أن تفتحي خزنتك لنرى. حسناً، عصا سحرية غامضة تنتظرني هنا. أتساءل ما هي التعويذات التي تستطيع القيام بها؟ أوه، عليك فقط تدويرها. توقفي. كدت أن تحرقينني. انظري ماذا فعلت. كيف لا تخجلي من حرق أشياء الآخرين؟ هذا ليس أنا، إنها العصا. إنها مستعدة حتى لإيذائي. دعونا نضعها على الطاولة قبل أن نحترق جميعا. كيت، حان الوقت لكي تفتحي الخزنة. نعم بالتأكيد، لا أطيق الانتظار لمعرفة ماذا في الداخل. في الداخل لذاذة. آيس كريم، قدمي لنا من فضلك. أبعدي يديك، لدي دلو واحد فقط. ليس هناك الكثير من الآيس كريم، إنها ملكي. من الواضح أن ملعقة الطعام هذه ليست مناسبة، بحاجة لشيء أكبر. الآن دعونا نبدأ. لا يوجد شيء أكثر روعة من الآيس كريم في يوم صيفي حار. دعينا على الأقل نلعق. لا، ضعي لسانك مرة أخرى في فمك. بخيلة. كيت، ماذا حدث لك؟ إنها قاسية نوعا ما. حسنا، أعرفك فأنقذها من قدمة السقيعة الكاملة. سوف تساعدني العصا. يا بنات شكرا جزيلا لكم، بدونكم كنت سأتجمد. والآن أنا أحترق. توقفوا. أنا أحترق. هذه فرصة رائعة لطهي بقايا اللحوم. بدلا من اللحم النيئ سوف أتناول الشواء اللذيذ. أنا فعلا جائعة. كيت، رأسك المحترق أنقذني. لذيذ، لقد طهيت لحما لذيذا حقا. شكرا كيت. حان الوقت لمعرفة ماذا ينتظرني. رائع، الجميع يحب النوتيلا وأنا لست استثناء. اي، انظري ماذا فعلتي. لا مشكلة، سأصلح الأمر. اي، هذا مؤلم. توقفي عن رمي الغطاء. لن أفعل ذلك مرة أخرى. الآن سوف آكل هذه النوتيلا اللذيذة. جولي، لا يمكنك حتى أن تحلمي بعجينة الشوكولاتة. أنا تمكنت من التجريب. كم أنت بخيلة، لكن بشكل عام ليس هناك فرق. شهية. أوي يا بنات، لدي مشكلة، يدي عالقة في المرطبان. ساعدوني. ما الذي يجب فعله للصديقة؟ الصديقة الجاشعة. هيا أخرجوها، تبقى القليل. أخيرا. بقي القليل من الشوكولاتة من المرطبان خصيصا لنا. شكرا جزيلا لمساعدتكم. لقد اعتقدت بالفعل أنني سأعيش مع مرطبان في يدي.
كيت، حان دورك لفتح الخزنة. رائحة كريهة. أوه لا، هناك قطعة جبن كريهة الرائحة تنتظرني في الداخل. يا فتيات، هذا خارج عن قدرتي. أعتقد أنني وجوري يمكننا المساعدة. بالطبع، سنساعدك في وضع الجبن على فمك. أوه لا، هناك شيء خاطئ معي. يا فتيات، كان الأمر مقرفاً. كدت أن أتقيأ. جولي، ماذا يوجد في خزنتك؟ نعم، أنا أيضاً مهتمة بمعرفة ذلك. أوه، في النهاية